أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا أفريكوم عن تنفيذ القوات الجوية الأمريكية 9 غارات جديدة في مدينة سرت، إضافة لإعلانها عن تنفيذ 13 غارة على أهداف تنظيم داعش في المدينة يوم الاثنين الماضي. وبهذه الضربات التسع يبلغ مجموع الغارات 420 غارة جوية نفذتها القوات الجوية الأمريكية في إطار عملية برق الأوديسا منذ انطلاقها في الأول من شهر أغسطس الماضي بطلب من المجلس الرئاسي غير الدستوري لحكومة الوفاق المرفوضة من قبل مجلس النواب. الناطق باسم ميليشيات البنيان المرصوص محمد الغصري قال إن قواتهم تتمركز في منتصف منطقة الجيزة البحرية، وأن المعركة لم يتبقى منها سوى مسافة بسيطة لا تتجاوز 300 متر مربع، مؤكدا على جاهزيتهم لحسم معركة سرت، وأن ما يؤخرها هو وجود المدنيين هناك. وكشف الغصري في تصريحات صحفية عن أن حصيلة القتلى والجرحى لدى قوات البنيان المرصوص بلغت 670 قتيلا وإصابة 3000 آخرين، مرجعا ذلك لتخلي المجتمع الدولي عنهم وعدم تقديم الدعم بالسلاح النوعي أو بإزالة الألغام. وتأتي تصريحات الغصري متناقضة مع ما تصرح به مصادر وحكومات غربية عدة من تقديمها للدعم اللوجستي والعسكري لميليشيات البنيان المرصوص لمعركتهم في سرت، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا وتركيا.